البرنامج الأردني لسرطان الثدي هو برنامج وطني يعمل بقيادة ودعم مؤسسة مركز الحسين للسرطان، ويعنى بتحسين الخدمة المقدمة للسيدات وكيفية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ويسعى دائما إلى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور بأهمية الكشف المبكر وإجراء الفحوصات الدورية. طبعا لمناقشة موضوع الكشف المبكر عن سرطان الثدي رح تكون معنا اليوم مديرة عيادات الكشف المبكر لسرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان وعضو مجلس إدارة البرنامج الأردني لسرطان الثدي الدكتورة يسار قطيبة. أهلا وسهلا فيكي لك وبعمان تي في. شكرا لكم لاستضافتنا ولنشر الوعي بين السيدات والمجتمع عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. شكرا لتواجدك معنا، احنا كثير مبسوطين انت معنا اليوم. بدي أسأل، شو هو شعار ورسالة حملتكم لهاي السنة؟ هاي السنة الحملة تبعتنا هي مشتركة مع 10 دول عربية. يعني هاي السنة احنا 10 دول، السنة الماضية كان 7 وقبلها كان كل دولة لحالها. هلأ هاي السنة كان الشعار اللي هو موجه من ناجية، يعني السيدة اللي مرت بهاي التجربة وتعالجت وشفيت، وهلأ هي اللي بتوجه رسالة للمجتمع وللسيدات عن أهمية إجراء الفحوصات الدورية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. فإنه الكشف المبكر هو حياتك، الكشف المبكر هو نجاتك، الكشف المبكر أملك. هاي الأشياء، الرسالة اللي هي رسائل صغيرة وقصيرة بس للصميم توصل. هدافة بالضبط، فهي هاي الفكرة. طب دكتورة، شو النشاطات اللي عم تعملوها هاي السنة بالحملة؟ هلا احنا سنويا عندنا الحمله تبعتنا الحقيقه نحاول انه دائما نزيد الوعي بين الناس، المجتمع بشكل عام، السيدات، حتى البرنامج الاردني لسرطان الثدي انه بلش حتى يحاول انه يوصل هاي الخدمه للسيدات في كافة مناطق المملكة، أنهم ما بتضطر السيدة فقط تيجي على عمان أو على إربد أو على العائبة حتى تجري هاي الفحوصات، وين ما تكون في الفحص السريري موجود، في حتى وسائل التصوير الشعاعي اللي هو الماموغرام، بالإضافة يعني حتى تدريب الكوادر الصحية حتى تعمل الإجراءات الصح مع السيدات، انه نزيد نشاطهم في اجراء هالشيء. فبشكل عام هي هاي التوعويه، واحنا على مدار السنه الحقيقه الكل بيقوم فيها، بس خلال شهر اكتوبر في عده مستشفيات، في مراكز صحيه اللي تقدم تخفيضات على اجراء هاي الفحوصات للسيدات، وفي مجموعه كبيره من الاطباء والطبيبات كمان متوزعين في انحاء المملكه اللي عمالهم بيعملوا تخفيضات أو بيعملوا الفحص السريري مجاني تشجيع للمرأة بإجراء هذا الفحص. طب ست يسار، إذا بدنا نحكي شوي عن سرطان الثدي يعني بالتفصيل للناس اللي ما بعرفوا، شو هو سرطان الثدي؟ سرطان الثدي هو ورم خبيث، يعني الخلية أو الخلايا تبع السرطان وين ما كان في الجسم، هي خلايا غير طبيعية ما بترد على العضو اللي نشأت منه، بحيث أنه عندها نظام معين حتى تنقسم، حتى تتكاثر، وحتى تتجدد. لما يصير سرطان تصير الخلايا تتكاثر زي ما بدها وبسرعة وبدون سيطرة، قد ما الجسم بيحاول أنه يحد من التكاثر وانتشار هذه الخلايا ما بيقدر. فهاي الخلايا بتتجمع وتتكاثر وبتعمل أورام. هاي الأورام احنا بدنا نحكي هلا على سرطان الثدي. يبلش الورم داخل الثدي، إذا السيدة ما اكتشفته في مرحلة مبكرة رح نعطي له مجال إنه هذا الورم يكبر وينتشر عن طريق الدورة الدموية، عن طريق الجهاز اللمفاوي والغدد اللمفاوية، وممكن ينتشر لأي محل في الجسم، لكامل أنحاء الجسم، خاصة الكبد والرئة والعظم والدماغ. كل ما ينتشر المرض، كل ما يصير السيطرة عليه تقل، لازم نستعمل علاجات كثيرة ومتنوعة وفترات كثير طويلة وتكاليف باهظة، وبالرغم من هذا نسب الشفاء راح تكون قليلة.
فمشان هيك احنا دائما بنحاول نحفز المجتمع والسيدات بشكل خاص انه يوم واحد بالسنه صح لصحتكم روحوا اعملوا الفحص السريري عند الطبيب، واذا وصلتي عمر معينه اللي هو سن الأربعين فما فوق لازم ندعم هذا الفحص السريري بصوره ماموغرام اللي هي اشعه خاصه للثدي، لانه الفكره من الكشف المبكر انا ما بدي امسك ورم ولا بدي امسك شيء، انا بدي القط الشيء من بدايته بحيث يكون حتى بالفحص السريري بقدر احسه. صح. هلا الالترا ساوند بينعمل لعمر ال 30 وفوق، والماموجرام ببلش على 40 وفوق. هلا الالترا ساوند اللي هي الصوره الالترا ساوند للثدي عاده نبلش فيها حتى من بعد ال 18 19 20ات لمنتصف الثلاثينات، ومرات مرات حتى لاخر الثلاثينات في حال ما يكون في عوامل خطر اخرى عند السيده بس هي عندها شكوى نعمل الترا ساوند. بينما على الأربعين فما فوق وسيلة الكشف المبكر اللي عالمياً معروف فيها هي الماموغرام اللي هي أشعة للثدي، وهاي الأشعة مرات بنرفقها بألتراساوند في حال لما يكون الماموغرام مش واضح كتير. فالفكرة من كل هاي الأشياء إنه الصبايا الصغار اللي بالعشرينات الثلاثينات بدناش نعرضهم لأشعة وممكن تضرهم، بينما الست بس توصل سن الأربعين فما فوق لازم نعملها أشعة لأنه نسبة سرطان الثدي تبلش تزيد بعد الأربعين، محتمل أكثر بهذا السن. بالضبط. شو الفئة العمرية من إلى اللي بتصيبهم المرض؟ هلأ إحنا بشكل عام نبلش نزيد الوعي أو نحاول نرفع الوعي بالصبايا من سن العشرين فما فوق انه الست لازم تعرف شو طبيعه الثدي تبعتها. صح. فبتعمل اجراءات الفحص الذاتي للثدي، بنعلمها كيف تعمل الفحص دائما بعد انتهاء دوره، بتدور على اشياء تغييرات بالجلد، وجود كتل بالثدي تحت الابط، تغيير باتجاه الحلمه، تغيير بجلد الثدي او الحلمه تدخل للداخل او افرازات غير طبيعيه، هاي كلها هي بتعملها حتى تتعرف على الثدي تبعتها، هاي تعمله شهري بعد الدوره. بينما بس توصل وعند الطبيب طبعا انه كل سنتين شيء بين سن العشرين للأربعين، خاصه اذا ما يكون في حدا عندها بالعائله عنده سرطان ثدي، فتروح للطبيب او الطبيبه تعمل فحص سريري تطمن حتى لو ما عندها اعراض. قديش العامل الوراثي بيلعب دور؟ هلا العامل الوراثي يعتبر واحد من عوامل الخطر. أوكي. هلا اهم عامل خطر بالنسبه لسرطان الثدي هو جنسنا الانثى، اي انثى معرضه ممكن يصيبها سرطان الثدي. هلا كل ما تتقدم في العمر، يعني سبعه اللي عمرها 20 و30 ما بتعامل نفس الاشي زي وحدة عمر 40 أو 50، يعني كل ما تتقدم السيدة بالعمر يعني 40 فما فوق احنا بنركز عليها، حتى لو اجت حتى لو بالفحص ما في ولا اشي، حتى لو بالعائلة ما في ولا اشي بنطلب منها ماموغرام. ثالث عامل اللي هو زي ما حكيتي الوراثة، يعني حدا مثلا عندها الست مثلا والدتها أو أختها أو بنتها عندها سرطان ثدي، وخاصة إذا أصيبت بعمر صغير، يعني السيدة اللي والدتها عمرها 70 سنة أصيبت سرطان ثدي مش زي وحدة والدتها عمرها 45 أصيبت سرطان. صح. ثدي اللي عمرها صغير بنبلش نعمل فحوصات دورية لبناتها ولخواتها 10 سنين أبكر من سن الإصابة تبعتها. أوكي. فبشكل عام الناس لازم تنتبه أكثر إذا في شخص بالعيلة مصاب أو انصاب من سرطان الثدي والرحم والمبيض والقولون، هذول بيناتهم تقريبا في وراثة متبادلة. بعدين في عوامل أخرى، يعني مثلا الوحدة مثلا جتها الدورة وهي كتير صغيرة عمرها 10 أو 9 وقطعتها وهي كبيرة مثلا 52-53 أكثر معرضة من سيدة اللي أجتها الدورة على 13 وقطعتها مثلا أواخر الأربعينات، لأنه تعرضها للهرمونات على مدى سنوات طويلة بزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي. طب دكتورة إذا بنحكي شوي عن طرق الوقاية، كيف نقدر يعني نتوقع من هذا المرض؟ أهم طريقة
الكشف المبكر. هاي أهم إشي. أهم إشي. يعني أنا ما عندي ولا إشي شكوى، ما عندي أي حدا بالعائلة عنده سرطان، أوكي؟ وما عندي شكوى، ووصلت عمر معينة بروح أطمن حتى لو ما عندي شكوى. لأنه بدناش تيجي الست عندها كتلة أو عندها تغيير بشكل الثدي أو إفرازات أو كتلة تحت الإبط أو انبعاج بالحلمة تدخل للداخل بعدين تيجي، هذا لا يعتبر مبكر. يعني أنا السيدة لما أجي أمسك الكتلة وعن طريق الماموغرام، يعني كان عمرها 40 أو 42 ما عندها ولا إشي والأطنى إشي حجمه سنتي أو نص سنتي، هذا مستحيل لا الطبيب يقدر يحسه بالفحص السريري ولا هي تقدر تحسه أثناء الفحص الذاتي للثدي، بس بالفحص بس بالماموغرام. فإذا قدرت ألقط السرطان في هيك مرحلة، تعتبر هاي المرحلة بين الصفر والأولى اللي هي المراحل المبكرة. صحيح. يعني بقدر أقتلع المرض كاملة، فترة علاج قصيرة كتير، ونسب الشفاء مرات توصل لل 98%. صح. هلأ على شو الست بدها تدور إذا في مثلاً أشياء يعني لازم تنتبه لها؟ الأعراض لازم تدور عليها. هلأ أول إشي بس بدي أحكي إنه 80% من مشاكل الثدي ليست سرطان، هي أمراض أو أورام حميدة غير السرطان. ما نخاف يعني. هذا هاي معلومة كتير حلوة. بس زي الفايبروسيستيك بالضبط ديزيز. بس أنا إذا حسيت إشي دغري لازم أروح. طبعاً لازم تطمني. بديش أضيع 20%. طبعاً أنتي عليكي. طبعاً. بس إحنا بشكل عام بنقول لهم مش كل إشي بالثدي راح يكون سرطان. هلا إيش الأشياء اللي لازم السيدة تدير بالها؟ أول شيء إنه وجود كتلة بالثدي. ثانياً وجود كتلة تحت الإبط. أوكي. بعدين تغير بلون جلد الثدي أو ملمس الجلد تبع الثدي. أو يصير جلد الثدي خشن زي قشر البرتقانة، بنقدر نحس بالضبط كأنه بالضبط زي قشر البرتقانة، المسامات كلها داخلة لأنه واصل الورم للجلد وللجهاز اللمفاوي في المنطقة، فهيك بيصير. الحلمة تدخل للداخل وبعد ما بتطلع، طب ليه دخلت للداخل؟ بدنا نعرف ليش. هلأ ممكن يكون مثلا كتلة سحبتها، ممكن هاي الكتلة غير سرطانية بس ممكن تكون كمان سرطانية. إفرازات من الحلمة، هاي الإفرازات تطلع لحالها، يعني الست مثلا تشلح ملابسها الداخلية أو هي نايمة بتقوم بتشوف في إشي على مثلا قميص النوم أو الهاي، طب ليه أنا لا حامل ولا مرضعة، ليه بده يطلع هالإشي؟ لازم دغري تحمل حالها وتيجي. إحنا المشكلة مع السيدات في عندهم طريقة إنه دائماً هذا صار، لا بستنى كمان شهر أو كمان شهرين، والشهرين تمد 6 أشهر وسنة وبيجوا متأخرين. لا، إحنا نيجي بدون أي إشي، حتى إذا بدنا نلقط الإشي نكون من البداية ونتخلص منه، أو من البداية يكون منيح. طب دكتورة، مين الستات المعرضات أكثر إشي لسرطان الثدي؟ في نوع معين مثلاً من الستات؟ هلأ 40 فما فوق هذا العمر، واللي حكينا فيه عندهم حدا بالعائلة عنده سرطان ثدي، اللي جتها الدورة بكير، اللي انتهت متأخر. سيدات كانوا من أول كتير بعد ما يوصلوا سن 50 بصير عندهم هبات سخنة وتقطعهم الدورة وهيك، كان ياخذوا هرمونات تعويضية. صحيح. هاي الهرمونات التعويضية بتخلي الست تحس إنه بعدها صبية، عندها نشاط نفس الإشي وهيك. بس المشكلة بين أنه كل ما يزيد عدد سنوات استخدام هاي الهرمونات، كل ما يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي والرحم. صح. هلأ من ما بنحب أبداً نستعمل هاي الهرمونات لأنه بتزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي والرحم. هلأ في الستات اللي مثلاً ما تجوزوا، أو الستات المتزوجين ما عندهم أطفال، أكثر معرضين من سيدات اللي عندهم أطفال. الست اللي أنجبت بالعشرين عندها حماية أكثر من السيدة اللي أنجبت بالثلاثينات. الوزن الزائد بعد عمر 50 بيعرض السيدة أكثر لسرطان الثدي، يزيد الخطر. التدخين، شرب الكحول، يعني هاي بشكل عام الأشياء عوامل الخطر اللي بتأثر علينا بشكل عام.
يعني مثلا الوزن الزايد، التدخين، شرب الكحول، النصاحة، عدم ممارسة الرياضة، بشكل عام بيعرضنا مش فقط للسرطان وسرطان الثدي، صح. ممكن يعرضنا مثلا لأمراض الضغط والسكري والدهنيات وهيك شغلات. فإحنا بناخذ الجسم كماكنة كاملة وليس كأجزاء حتى نقدر نكمل حياتنا وإحنا مبسوطين. قديش مهم الواحد يدير باله على صحته، وفعلا يعني الله يبعد هذا المرض عن الجميع، كثير إشي بيوجع القلب. يمكن كل واحد في بعيلته حدا بعرف حدا مصاب بهذا المرض. شكرا لانضمامك لنا دكتورة وعلى هاي المعلومات. شكرا لكم. بدنا نأكد على معلومة انه فرص الشفاء من سرطان الثدي بتزيد عن 90% في حال الكشف المبكر، عشان هيك ما تترددي وافحصي. شكرا كمان مرة دكتورة على وجودك معنا. شكرا لكم.